جولة إخبارية جديدة مشاهدينا، بدايتها العناوين. المالية النيابية تعلن عزمها تدقيق أرقام الموازنة وفقرات الضرائب فيها، وتؤكد أن مناقشتها ستبدأ مع أولى الجلسات. إجازات تأسيس المصانع تمتد لعامين، صناعيون يدعون لإنقاذ الصناعات العراقية من البيروقراطية. سومو تؤكد أن ناقلة النفط الملغومة بعيدة عن الموانئ العراقية وتصدير النفط مستمر. حملة لإصدار البطاقات البيومترية ومفوضية الانتخابات تدعو لتحديث البيانات. إلى تفصيلات هذه النشرة، حيث أكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستعمل على تدقيق جميع الأرقام التي وردت في مشروع قانون الموازنة وتخفيض نسبة الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين. عضو اللجنة جمال كوجر بيّن أن المالية النيابية ستبحث عن موارد أخرى تعوض تلك الضرائب، مضيفا أنه ستتم مناقشة مشروع القانون في أولى جلسات البرلمان التي ستعقد في وقت قريب تحدده رئاسة المجلس. من جهتها، أكدت عضو اللجنة المالية مجد التميمي أن موازنة العام المقبل ستمرر في البرلمان بعد تعديل المشكلات التي تحتويها، وأبرز تلك المشكلات تتعلق ببند الاستقطاع من رواتب الموظفين وتخصيصات المحاضرين المجانيين وقرار 315 فضلا عن حصة الإقليم. يمكن أكثر موازنة راح تصير عندنا بها مشاكل. أول مشكلة تواجهنا إحنا ويا الحكومة راح تصير شغلة الرواتب هذه والاستقطاب، يقول لك هاني مو قطعتها بالنسبة لضريبة الدخل وإحنا مقابلين، هذه مشكلة. المشكلة الثانية مشكلة الفئات اللي هسه ذكرتها، أكو كثير من عندهم ما موجودين بالموازنة، أكو موجودين أكو ما موجودين، هذولا أيضا. مشكلة الإقليم، موازنة الإقليم، الفقرات اللي بها، لأن أنا أسمع وأعرف شنو اللي يدور، فبالتالي بعض الفقرات اللي جاءت بالمادة 10 و11 أكو عليها كلام. فقرات عدة تضمنتها موازنة العام الحالي لدعم الاقتصاد، أهمها دعم الصناعة الوطنية وسبل تفعيلها لمواجهة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار والحد من المستورد الذي غزا الأسواق خلال السنوات الماضية. أولى خطوات دعم الصناعة الوطنية هي ما تضمنته فقرات موازنة 2021 المرسلة من مجلس الوزراء إلى البرلمان من خلال زيادة التعرفة الجمركية والضرائب على المنتجات المستوردة. فرغم ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أربك وضع الأسواق، إلا أن هذا التوجه الحكومي يهدف لتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والتخفيف من معاناتها التي تتمثل بغزارة البضائع الأجنبية في السوق وغياب الدعم للمنتج المحلي على مدى السنوات الماضية. هذا ما طالبنا به حتى نؤمن الصناعة الوطنية وتكون هي منافسة للمنتج المستورد. يجب أن يكون هنالك سياسة واستراتيجية وتخطيط
لتنفيذ مثل هكذا قرارات على الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أن ينظر بعين الجد حول تفعيل حماية المستهلك وحماية المنتج حتى نحقق البردودات الإيجابية من هكذا أعمال اقتصادية. ويرى صناعيون أهمية تمرير الفقرات الداعمة للصناعة الوطنية والعملي على تخفيف الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة عليها، فضلا عن القضاء على البيروقراطية في بعض مؤسسات الدولة وغلق المنافذ الحدودية غير القانونية، بينما طالبوا الجهات المسؤولة بتوفير الوقود وتسهيل دخول المعدات التي تتعطل لشهور في الموانئ والمنافذ. اليوم تطلع لك كتاب إجازة تحت التأسيس بالتنمية يراد لك 14 وزارة تروح تراجعها كلها، ال 14 وزارة تعرف بها عدد تعرقلات بها، يعني سنتين إلى سنتين ونص يلا كمان نحن موافقات. كدولة لازم أحمي الصناعي حتى لا يروح بغير يعني أكو بعض الصناعيين غيروا شغلهم. إحنا كصناعيين راح نشغل ونستفاد وتقريبا أرباحنا مو أقل لك الزيت، وإنما راح يصير استقرار بها أحسن مع دبدبة الدولار. تضمين فقرة رفع التعرفة الجمركية والضرائب على البضائع المستوردة في موازنة العام الحالي خطوة طال انتظارها بالنسبة للعاملين في القطاعين الصناعي والتجاري، لكن الحكومة مطالبة بحسب معنيين بدعم هذه القطاعات من خلال تأهيل البنى التحتية وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير المواد الأولية. من بغداد حسن الفواز، العراقية الإخبارية. التوجه نحو تحفيز ودعم القطاع الخاص ووضع برنامج لإشراكه في إدارة الاقتصاد خطوة من شأنها خفض الاعتماد على النفط ورفع معدلات النمو في الأجل الطويل لمواجهة الأزمة المالية وتداعياتها على البلاد. القطاع الخاص ودوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني شكل حلقة مهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية على مدى حقب زمنية طويلة. في العراق لا يزال هذا القطاع يعاني من قلة الدعم الحكومي لينهض بصناعاته الوطنية المحلية المختلفة. القطاع الخاص يلعب دور بالغ الأهمية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية. كافة بلدان العالم التي حققت تطور في الجانب الاقتصادي دعمت القطاع الخاص وقدمت له الرعاية والتشجيع وكل السبل المتاحة من أجل أن يؤدي دور الفاعل في هذا المجال، وهذا يتطلب تقديم الدعاية الرعاية والدعم والتشجيع وكل السبل لتمكينه من تأدية دور الفاعل في هذا المجال. أصحاب معامل إنتاجية أكدوا أن القطاع الخاص قادر على سد حاجة السوق المحلية والاستغناء عن بعض المنتوجات المستوردة وفق برنامج يكون ساندا وداعما للمعامل والمصانع التي أكدت حضورها في السوق المحلية. إذا أردنا أن نجد حلا لكل مشاكل العراق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تداعيات الوضع الاقتصادي والمالي، يجب أن ننمي ونطور القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، لأنه الحل الوحيد والأنجع والأمثل لكافة مشاكل العراق. يجب إحياء وإعادة مبادرة دعم القطاع الخاص التي أطلقت قبل 5 سنوات أو أكثر من هذا التاريخ أو أقل، وألا وهي بدعم القطاع الخاص ب5 مليار دولار من أجل تنمية القطاع الخاص. ويطالب أغلب العاملين في القطاع الخاص بضرورة توفير المواد الأولية الداخلة في أغلب المنتجات المحلية من خلال تأسيس معامل ومصانع لهذا الغرض والتقليل من مستوى الضرائب والرسوم التي تثقل الصناعات المحلية. من بغداد حسام التميمي، العراقية الإخبارية. أكدت شركة تسويق النفط العراقية سومو عدم وجود خطورة على ميناء البصرة النفطي وعلى عمليات تصدير النفط الخام، مشيرة إلى أن التصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها. الشركة في بيان أوضحت أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن وجود جسم غريب صنف على أنه لغم ملتصق ببدن إحدى الناقلات ليس له علاقة بصادرات النفط، مؤكدة عائم.
لمنتجي النفط الأسود. هذا وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت عن وجود جسم غريب التصق بإحدى ناقلات النفط في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية. الخلية أوضحت أن هذه الناقلة تبعد 28 ميلا بحريا عن موانئ النفط العراقية، مشيرة إلى أن هذه الناقلة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها. من جهة أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق تفوق على السعودية في صادراته النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقرير لها أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 123 ألف برميل في اليوم، متفوقة على صادرات السعودية التي انخفضت بمقدار 80 ألف برميل لتصل إلى 118 ألف برميل باليوم. أمنيا، شهد قضاء سي الصادق التابع لمحافظة السليمانية انفجارا أدى إلى وقوع إصابة في صفوف القوات الأمنية الأسايش. وقالت مصادر إخبارية أن انفجارا وقع في قضاء سي الصادق قرب قرية بردرج عقب رصد القوات الأمنية علما لتنظيم داعش الإرهابي تم رفعه في المنطقة، وعند قيام مفرزة من أسايش قضاء سي الصادق بإزالة العلم انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت السارية. وأشارت المصادر إلى أن الحادث تسبب بإصابة أحد أفراد قوات الأسايش. لتفاصيل أكثر عن طبيعة الانفجار ينضم إلينا من السليمانية مباشرة مراسلنا أحمد جاسم. إذن أحمد، أهلا بك، ضعنا في تفاصيل وطبيعة الانفجار والجهة التي تقف خلف هذا الانفجار. نعم، ظهر هذا اليوم وتحديدا بعد الساعة 12 ظهرا كان هناك توجه لإحدى القوى الأمنية لقرية تابعة لقضاء سي الصادق بعد معلومات وردت إليهم حول رفع لراية داعش في هذه القرية، وعلى الفور توجهت القوى الأمنية لإنزال هذه الراية. وأثناء إنزالهم لهذه الراية تم انفجار عبوة زرعت من قبل عصابات داعش هناك. هذا الانفجار أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن، أحدهما في حالة حرجة، وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات لغرض تلقي العلاج. القوات الأمنية قامت بتحويط وإحاطة هذه القرية لإجراء الاستجواب والتحقيقات حول هذا الموضوع، لكن لله الحمد هذه القرية لا تحتوي على مجمعات سكنية، فقط أرض زراعية، ولا توجد هناك أي تصاريح للإعلام من أجل سرية التحقيق، ونحن على تواصل حول آخر مستجدات هذا الحادث. نعم، إذن أحمد جاسم مراسلنا من السليمانية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في كركوك استشهد 3 منتسبين في الجيش العراقي أمس الجمعة، بينهم ضابط إثر تفجير استهدف دوريتهم جنوبي المحافظة. وذكر مصدر أمني أن عبوة ناسفة استهدفت عربة هامر التابعة للفرقة 11 بالجيش في قضاء داقوق، ما أدى إلى استشهاد 3 منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر. إذن من كركوك ينضم معنا مراسلنا رودي أنور. رودي، مساء الخير. إذن ضعنا في تفاصيل هذا التفجير الذي استهدف دورية للجيش العراقي. كانت هناك طبعا عملية تفتيش، دائما هناك عملية استطلاع تقوم بها العناصر الأمنية سواء كانوا من الجيش العراقي وأيضا من الشرطة الاتحادية في هذه المناطق، باعتبار هذه المناطق تشهد بين الحين والآخر يعني نشاطا لما تبقى من عناصر داعش الإرهابي في مناطق جنوب كركوك وتحديدا في المناطق التابعة لقضاء داقوق.
عند أثناء مرور دورية التي كانت هي عبارة عن سيارة تمر ومركبة تمر عسكرية، انفجر لغم أرضي تسبب في استشهاد ضابط برتبة ملازم أول وأيضا منتسبين اثنين وجرح ثالث. لا ننسى أيضا هذه المنطقة شهدت مؤخرا عمليات عسكرية كان آخرها قبل 3 أيام تمكنت من خلالها قطعات الشرطة الاتحادية ضمن يعني المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عملية في وادي شحمة، وأيضا تمكنت من العثور على 4 أوكار جديدة فيها عدة أمور لوجستية تدعم العمليات الإرهابية من صواعق وأيضا أسلاك لمد وزرع العبوات الناسفة، وسبقتها أيضا ضربة جوية في نفس المنطقة أدت إلى مقتل 2 من عناصر داعش الإرهابي. إذن المنطقة وتحديدا أودية أبو شحمة وأيضا زغيتون وأيضا وادي الشاي، هذه المناطق تشهد بين الحين والآخر تواجد هذه العناصر، باعتبار هذه المناطق أو هذه يعني هذه الأودية فيها تضاريس مختلفة تسنح لهذه العصابات من إيجاد لهم أوكار فيها، لكن المعلومات الاستخباراتية دائما تكون حاضرة. أيضا ما يلفت الانتباه بأنه هذه المناطق لا توجد فيها يعني وسائل الاتصال، عندما نتحرك مع القطاعات الأمنية في هذه المناطق حتى وسائل الاتصال لا توجد فيها، إذن العناصر الإرهابية دائما تستخدم هذه المناطق أولا لعدم تواجد فيها الاتصالات وأيضا قربها لمرتفعات حمرين، لكن العمليات الأمنية دائما مستمرة سواء كانت عمليات الدهم والتفتيش وأيضا العمليات العسكرية الكبرى والتي حققت نجاحات في الآونة الأخيرة. إذن ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بعد هذا الاستهداف في هذه المنطقة تحديدا؟ هناك انتشار كبير لقطعات الجيش العراقي المتمثل هناك المتواجد هناك باللواء 45 من الفرقة 11 وأيضا قطعات الفرقة 5 من الشرطة الاتحادية. كانت هناك توجيهات من قبل قيادة المقر المتقدم بأنه تجري في المنطقة عملية كبيرة أو عملية دهم وتفتيش وبحث عن العناصر المتبقية. هناك حاليا تجري الآن عمليات دهم عمليات تفتيش في القرى القريبة في المناطق القريبة من وادي أبو شحمة وأيضا وادي زغيتون وأيضا وادي الشاي والمنطقة القريبة في المحادة لقضاء داقوق جنوب كركوك للبحث عن ما تبقى أو من قاموا بهذه العملية وزرع العبوات الناسفة. لا ننسى أيضا هذه المنطقة هي منطقة بعيدة جدا حتى عن القرى المتواجدة، لكن القطاعات الأمنية والعسكرية دائما ما تقوم بعمليات التفتيش الاستطلاع وتستغله هذه يعني العناصر الإرهابية تستغل تواجد يعني هذه القطعات عندما تتوجه إلى المناطق النائية وتقوم بزرع هذه العبوات الناسفة. إذن رودي أنور كنت معنا من كركوك، شكرا جزيلا لك. رصد ديوان الرقابة المالية مخالفات تقدر بأكثر من 28 مليار دينار في عقد استصلاح 22 دونما من الأراضي الزراعية في وسط، إذ كشف التقرير عن قيام المهندس المقيم بالموافقة على استخدام مواد إنشائية لا تنطبق عليها المواصفات والعمل بطرق بدائية. ما يزال ديوان الرقابة المالية يكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام من خلال تقاريره المتواصلة وتحقيقات لجانه المختصة، عسى أن يجد من يقرأها ويحاسب المقصرين فيها، حيث رصد الديوان في أحدث تقرير له مخالفات وفسادا في عقد استصلاح 22 ألف دونم بمحافظة واسط بكلفة بلغت أكثر من 28 مليار دينار. مشروع كوتب تيارا أحيل في نهاية عام 2011 إلى شركة عبد الكريم حسين رغم تنافس شركات حكومية لتنفيذه ومنها شركة الفاو لإنشاء شبكتي ري وبزل على شكل قنوات رئيسية وفرعية موزعة ومغذية ضمن ناحية شيخ سعد على الجانب الأيمن من نهر دجلة، وبدل أن ينجز المشروع خلال مدة 24 شهرا توقف العمل به عام 2015 بذريعة الأزمة الاقتصادية، وتمت تسوية المشروع بالتراضي في ظل إنجاز 75% منه بطريقة شابه الفساد مخالفة للمواصفات الفنية.
حيث رصد الديوان قيام دائرة المهندس المقيم بالموافقة على استخدام الشركة المنفذة لمواد إنشائية تنحرف عن حدود المواصفة المطلوبة، وقيام الشركة باستخدام الطرق البدائية والقديمة الصب اليدوي في تبطين المبازل مما يعرض ألواح التبطين للتشققات. كما قام المهندس المقيم بالاتفاق مع الشركة بإلغاء العديد من الفقرات التعاقدية التي يبلغ مجموع مبالغها أكثر من 495 مليون دينار، وإضافة فقرات تعاقدية أخرى بلغت كلفتها أكثر من 127 مليون دينار، ليخلص تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن المشروع أو ما أنجز منه لم ينفذ بالمستوى المطلوب، مال سائب ومشاريع تحال وتنفذ ويتم تسويتها بالتراضي دون رقيب أو حسيب. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. مفوضية الانتخابات تؤكد أن النظام البيومتري سيكون ضامناً لانتخابات شفافة ونزيهة، ومع بدء عملية تحديث سجلات الناخبين اليوم سيكون هناك نحو 59 ألف محطة اقتراع موزعة في عموم محافظات العراق. الوصول إلى درجات مقبولة من النزاهة والشفافية في التجربة الانتخابية المقبلة أحد عواملها القانون الجديد للانتخابات واعتماد التسجيل البيومتري الذي يعتمد الصور والبيانات والبصمات للناخبين للحد من حالات التزوير والتلاعب. المفوضية تتحدث عن جهود استثنائية وقطع شوط كبير في عمليتي التسجيل الناخبين وتوزيع البطاقة البيومترية لتتمكن من إعداد سجل متكامل يحوي البيانات المطلوبة كافة، ولذلك افتتحت المفوضية أكثر من 300 موقع للتسجيل البيومتري في بغداد وعموم المحافظات، إضافة إلى تسيير الفرق الجوالة لضمان تسجيل جميع الناخبين. من اليوم وحتى 30 يوماً ستتواصل عملية تحديث سجلات الناخبين التي تشمل الإضافة، الحذف، التغيير، التصحيح، تسجيل النازحين والقوات الأمنية، مع استمرار عملية التسجيل البيومتري لغير المسجلين وتوزيع البطاقات. المفوضية صدقت على سجل الناخبين الأولي ودليل مراكز الاقتراع الموزع في مراكز التسجيل كافة الذي يمكن الناخب من الاستدلال على مركز الاقتراع الذي سيصوت فيه بحسب دائرته الانتخابية، مع استكمالها ملامح الانتشار الأخير لمراكز الاقتراع ومحطاته بعد الأخذ بنظر الاعتبار الدوائر وإضافة المواليد 2001، 2002 و2003 من الناخبين الجدد، ليكون العدد التقريبي لمحطات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج بنحو 58,915 محطة. سلا البياتي، العراقية الإخبارية. صدقت مفوضية الانتخابات على نظام الترشح للانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في حزيران المقبل، فيما دعت الناخبين إلى تحديث بياناتهم في الحملة التي بدأت اليوم السبت. جملة من الشروط وضعتها مفوضية الانتخابات أمام المرشحين الراغبين في الدخول للانتخابات المقبلة: النظام الخاص بتسجيل المرشحين. اشترط أن يكون المرشح عراقيا كامل الأهلية، أتم 28 من عمره، حاصلا على شهادة الإعدادية على أقل تقدير، وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. النظام الذي أصدرته المفوضية كما يقال هو بداية، البداية الحقيقية والواقعية والفعلية لبداية الموعد الزمن الانتخابات. يعني دخلنا الآن في الوقت اللي يحسب من زمن الانتخابات. مرشح يجب أن تعرف سوابق القضائية، تعرف مساءلة والعدالة، تعرف عدم إثراءه، تتأكد من جنسيته، تتأكد من أهليته، تتأكد من العمر، كل الشروط الواردة بقانون الانتخابات يجب أن تنطبق عليه. وفي خطوة أخرى
دعت المفوضية الناخبين في المحافظات كافة إلى مراجعة مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم بيومتريا اعتبارا من يوم السبت ولغاية 30 يوما. سياسيون ومراقبون أكدوا أهمية تحديث البيانات وإصدار البطاقات البيومترية لضمان نزاهة الانتخابات وتقليل نسبة التزوير. تحديث البطاقة هذا أمر مهم، لأنه ما يقدر ينتخب إذا ما تكون بطاقة مالته محدثة. هذا موضوع كلش مهم يعني، ومهم وحقيقي بأنه يمنع مو كامل التزوير بس نسبة كبيرة من التزوير، لأن مثل ما تعرف جنابك سابقا لم البطاقات وروح انتخب. وإلى جانب المصادقة على النظام الخاص بالمرشحين، صادقت المفوضية على إجراءات التحالف والاندماج للأحزاب السياسية فضلا عن نظام الشكاوى والطعون الانتخابية. وبالمصادقة على نظام المرشحين وفتح سجل الناخبين، تكون مفوضية الانتخابات قد خطت خطوات جدية باتجاه التحضير للانتخابات المبكرة وإجرائها في موعدها المقرر. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. في ديالى شكلت مفوضية الانتخابات فرقا جوالة لتحديث سجل الناخبين بغية الإسهام في الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المبكرة. بهدف إيصال نسب المحدثين لبطاقاتهم الانتخابية في محافظة ديالى إلى أعلى المستويات، ارتأت المفوضية المستقلة للانتخابات مكتب ديالى بتشكيل 82 فريقا جوالا وتوجههم إلى أماكن عمل المواطنين ودورهم السكنية لرفع العبء عنهم وتسهيل عملية تحديث بطاقتهم. قام مكتب ديالى الانتخابي بتوجيه من الإدارة الانتخابية بتسيير فرق جوالة ما لا يقل عن 82 فريق جوال يوميا يخرج لكافة مناطق المحافظة من أجل تغطية وإجراء عملية التسجيل البيومتري لكافة مواطني المحافظة. احنا بالنسبة لنا نسبة التحديث البيومتري وصلت 78% من سكان المحافظة، ونسبة توزيع البطاقات تجاوزت 91% من سكان المحافظة عدد البطاقات المحدثة. تواصل الفرق الجوالة هذه زياراتها وبشكل يومي لمختلف الأماكن من بينها المناطق النائية من القرى والأرياف لضمان حقوقهم من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة. شرعت مفوضية انتخابات ديالى بنشر الفرق الجوالة بعموم المحافظة، الهدف منها أنه نوصل إلى أبعد نقطة في على مستوى الأقضية والقصبات من أجل شمول جميع الناخبين بعملية التحديث البايومتري اللي تعتبر مهمة جدا من أجل إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية اللي تحتوي على بصمات وصورة الناخب. هم زين ساعدونا ويجونا، لأن أنا تعبانة بالنسبة لي، لو ما جايين ما أقدر أطلع أنا. على الرغم من وصول نسب التحديث لبطاقة الناخبين في محافظة ديالى إلى 78%، إلا أن جهود متواصلة لتوعية المواطنين بمدى أهمية عملية التحديث لبطاقاتهم للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة كحق مشروع. للعراقية الإخبارية، شاكر الوندي، ديالى. أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي عملت فايزر الأمريكية وبيونوتيك الألمانية على تطويره. وقالت المنظمة أن لقاح فايزر أول لقاح يحصل على مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في الطوارئ منذ بدء التفشي. وكانت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام الطارئ للقاح فايزر، تبعتها البحرين وكندا قبل ترخيصه في الولايات المتحدة ودول عدة حول العالم. من جهتها، ذكرت شركة بيونوتيك الألمانية أنها تسابق الوقت لزيادة لقاح كورونا في أوروبا بهدف سد الثغرة التي خلفها عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة. وكان اللقاح الذي طورته شركة بيونوتيك وشركتها الأمريكية فايزر الأول، الذي ينال الموافقة في الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الأول، ووافقت دول بينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة على لقاح فايزر بيونوتيك في وقت سابق من العام الماضي. صحة الديوانية أكملت استعداداتها لاستقبال لقاح فايزر،
مع تواصل عمليات المسح الميداني لتوفير قاعدة بيانات يمكن الركون إليها في الجهود المبذولة لكبح جماح الوباء في المحافظة. إجراءات صحية تقوم بها دائرة الصحة الديوانية في تهيئة الأماكن والمستلزمات الضرورية الأخرى الخاصة بلقاح فايزر في حالة وصوله المحافظ للقيام بعمليات التلقيح الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا. بعد الاستعداد حاليا بوجود مجمدات خاصة ناقص 80 درجة مئوية تحفظ هذا اللقاح، لأن هو اللقاح عبارة عن ماسنجر RNA، وهذا الماسنجر RNA يحتاج إلى درجات منخفضة جدا تصل إلى ناقص 80 درجة مئوية للحفاظ على اللقاح. الفرق الصحية الثابتة والمتحركة تواصل القيام بحملات التحري والكشف المبكر عن كورونا في مختلف مناطق المحافظة، والتي تستهدف المدارس والأسواق والأماكن العامة، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين. تقوم فرقنا الصحية تواصل بإجراء عمليات المسح الميداني على الأماكن المكتظة اللي تشمل المدارس، الدوائر، المحال التجارية، وذلك من أجل أخذ المسحات وإرسالها إلى الصحة العامة لأجل كشف عن الإصابات بفيروس كورونا. نقوم بالمسح الميداني على مدار اليوم، وحتى في أيام العطل يقوم باستدعانا للمركز الصحي للغرض السيطرة على هذا المرض كوفيد-19. جهود سخية يقوم بها أبطال الجيش الأبيض أعطت ثمارها على أرض الواقع، وساهمت كثيرا في ارتفاع عدد المتشافين وقلة الإصابات الجديدة، لتبقى الأمنيات بأن يكون العام الجديد عام للخلاص من كورونا. وزين خوش جاي يشتغلون هم، يعني جاي يجون على المدارس، جاي يجون على يدقون على بيوت على العالم، فهم زينين مشكورين إن شاء الله. فرحان مراد، قناة العراقية الإخبارية الديوانية. أكد رئيس بلدية لندن صادق خان أن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الانتشار السريع للسلالة المتحورة. وكتب خان على تويتر أن الحكومة أدركت المنطق أخيرا وغيرت قرارها لجميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن، وأن الإغلاق سيكون لجميع المدارس، وأضاف أن هذا هو القرار الصحيح. تسويق الأعمال الفنية والحرف اليدوية أبرز ما يتميز به المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، لا سيما في أيام الجمعة، الأمر الذي أسهم في توفير بعض فرص العمل للشباب تعود بمردود مالي رغم بساطته. على جوانب المركز الثقافي البغدادي يجلس عباس وطيف وغيرهما من الشباب الذين حولوا هواياتهم الفنية إلى إبداع ترجم على شكل مشاريع صغيرة في الرسم والنحت وتوثيق الذكريات، سعيا للحصول على فرص عمل تعود بمردود مالي رغم بساطته. أنا أكثر شيء لوحات، يعني لوحات صور شخصية، بس هذا الشغل يعني شلون يقول بالسوق يمشي، يعني مبلغ قليل بس يجيب يعني ناس هواية. كمردود مالي احنا استغليناه كفكرة انه رسم، يعني احنا اي كل شغلنا هذا ما جاي نعتمد على البضاعة اللي جاي نشتريها او نشتغل عليها، احنا نعتمد كشيء للفن مالتنا، يعني اسعارنا تكون اسعار شغل ايدينا، يعني كموهبتنا او فننا اللي تعلمنا عليه. يعني تعرفين انه الدعم مو كلش مناسب كان انه، فاحنا اتجهنا انه الدعم الشخصي احسن، اعتمدنا على نفسنا واحنا اللي كبرنا هذا المشروع. هذه الإسهامات الفنية وجدت لها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق أعمالهم والوصول إلى أكبر حصة من المشاهدين والتفاعل معهم بشكل أكبر، ما يساعد في النتيجة باجتذاب أكبر عدد ممكن ممن يرومون الحصول على هذا النمط من الفنون الجمالية. طبعا عندنا بيجات على الفيس والانستا، وهمنا يعني كل واحد يقدر يطور بيج، اكيد يعني همنا نفس الشيء اللي نسويه مباشر بالبيع مباشر يمشي هذا الشيء على البيجات الفيس وغيرها. وتبقى هذه الانامل تبدع وتنتج على بساطه اعمالها رغم مصاعب الحياه وتحديات كورونا، ما يجعلهم حافزا لغيرهم ممن يمتلكون مواهب مشابهه للعمل واستثمار طاقتهم الابداعيه في مختلف المجالات. من بغداد، سجا جاسم، العراقية الإخبارية.
أكد يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني أن قوات بلاده ترصد التحركات العسكرية الأمريكية وقواعدها في المنطقة. وقال صفوي أن بلاده لن تكون البادئة بأي حرب، لكنه أشار إلى امتلاكها القدرة والاستعداد للرد بقوة إذ ما تمت مهاجمتها أو استهداف مصالحها الحيوية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن مغادرة حاملة الطائرات USS نيمتز منطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للبنتاغون أنه بناء على توجيهات الإدارة الأمريكية ووزير الدفاع بالوكالة، فإن حاملة الطائرات غادرت منطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط وهي في طريقها إلى مرفأ قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فيرجينيا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نية إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%. المبعوث الروسي للوكالة أكد أن إيران أبلغت رسميا بعزمها على تخصيب اليورانيوم للنسبة تصل إلى 20% من النقاء في مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015. وتنص الخطة الجديدة على زيادة مستوى التخصيب إلى 20% واستخدام 1000 جهاز طرد مركزي وما لا يقل عن 147 جهازا متقدما من طراز AR-6. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناصريه للمشاركة في تظاهرة رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستقام بواشنطن في 6 من كانون 2. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في 6 من الشهر الحالي. إلى ذلك صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية تسمح بتخطي فيتو ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع. وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي صوب تجاوز حق النقد الذي استخدمه ترامب ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر. وكان ترامب قد قال أنه سيستخدم حق النقد لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة مؤكدا أن الصين أكبر الرابحين منها. خرجت بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي بعد 4.5 سنوات من اتفاق بريكسيت. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن خروج بلاده من السوق الأوروبية الموحدة يشكل لحظة جيدة، مؤكدا أن بلاده ستكون سخية ومنفتحة على الخارج. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات رسمية نشرت اليوم أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى مفترق طرق جديد، وأنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح في أعقاب فترة صعوبة غير مسبوقة. وتعرضت العلاقات بين أكبر اقتصاديين في العالم لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وبدايات تفشي الوباء. وفي أحداث تحرك لها أدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية على قائمتها السوداء قائلة أن لها صلات بالجيش. وذكرت وانغ في مقابلة مشتركة مع وكالة شينخوا للأنباء ووسائل الإعلام الرسمية أخرى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه الصين في الآونة الأخيرة أضرت بمصالح البلدين وجلبت مخاطر جسيمة للعالم. أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي بقيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية داعية إلى وضع حد للانتهاكات البحرينية.
وفي رسالة وجهتها المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية يشكل بشكل غير قانوني ومن دون تصريح يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وجود مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالح لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. قال إن المصالحة حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق في الأرض والمقدسات والعودة. وأضاف هنية أن حركة حماس تجري اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال خطوات الحوار مع حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة. أمهلت البعثة الأممية أعضاء ملتقى الحوار الليبي حتى مساء اليوم لتشكيل لجنة استشارية تحل أزمة اختيار السلطة التنفيذية. وبحسب وسائل إعلام محلية فقد حددت البعثة الأممية عملية اختيار اللجنة من خلال ترشيح كل 3 أعضاء لشخصية بالملتقى. هذا ومن المزمع أن تضم اللجنة الاستشارية الليبية 15 عضواً. أعلن المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور انتهاء مهمة البعثة التي امتدت 13 عاماً. وقال المتحدث باسم البعثة إن الانسحاب التدريجي للقوات سيبدأ الشهر الحالي ويمتد ل6 أشهر. إلى ذلك أشارت الخارجية السودانية إلى أن قوات الشرطة ستنتشر في الإقليم لتأمين الأوضاع بعد انسحاب البعثة. وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور بيان لرئاسة الجمهورية أشار إلى أن الخطوة تشكل لبنة أساسية لبناء جزائر جديد تتناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا. ويعد تعديل الدستور الذي أجري استفتاء بشأنه أبرز مشاريع تبون بعد ما فاز بالرئاسة في انتخابات أجريت في 12 من الشهر الماضي. وقبل الختام نذكر بالعناوين: المالية النيابية تعلن عزمها تدقيق أرقام الموازنة وفقرة الضرائب فيها وتؤكد أن مناقشتها ستبدأ مع أولى الجلسات. إجازات تأسيس المصانع تمتد لـ2 عامين، صناعيون يدعون لإنقاذ الصناعات العراقية من البيروقراطية. سومو تؤكد ناقلة النفط الملغومة بعيدة عن الموانئ العراقية وتصدير النفط مستمر. حملة لإصدار البطاقات البيومترية ومفوضية الانتخابات تدعو لتحديث البيانات. النشرة انتهت مشاهدين، نلقاكم على خير.